السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. نتائج مباريات اليوم السبت 11/6/2022 في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023. الكأس آسيا 2023 في الصين بإذن الله تعالى. طبعا المنافسة بين 6 مجموعات، كل مجموعة 4 منتخبات على 11 مقعد. صاحب المركز الأول من كل مجموعة يتأهل لكأس آسيا، وافضل 5 في المركز الثاني. طبعا في 13 منتخب تأهلوا رسميا من قبل كده، اللي هم كانوا متأهلين للمرحله النهائيه لكاس العالم. هقول لك عليهم حالا دلوقتي، ولكن خلينا نتعرف الاول على نتائج مباريات اليوم في الجوله الثانيه. كل الجوله كانت في يوم واحد، اليوم السبت 11/6/2022. منغوليا خسرت من الفلبين 0-1، احرز ده في الفلبين غيرارت هولتمان في الدقيقه 93. اليمن خسرت من فلسطين 0-5، احرز ده في فلسطين عدي الدباخ في الدقيقه 14، محمد باسم في الدقيقه الاولى من وقت بدل الضعف في الشوط الاول، محمد يمين الدقيقه 47، اللاعب تشهادي في الدقيقه 58، واللاعب الوجيهه هدف في مرمى بيلعب لليمن في الدقيقه 65. بنجلاديش خسرت من تركمانستان 1-2، احرز ده بنجلاديش محمد ابراهيم في الدقيقه 12، هدفيه تركمانستان عن طريق انا دريف في الدقيقة 7، واللاعب ارسل الميرات امانوف في الدقيقة 77. سنغافورة خسرت من طاجيكستان 0-1، احرز هدف طاجيكستان اللاعب ماباتشويف في الدقيقة 53. كمبوديا خسرت من هونغ كونغ 0-3، احرز هدف هونغ كونغ اور في الدقيقة 19، سان مينغ هيم في الدقيقة 21، تشان سيوك وان في الدقيقة 63. سريلانكا خسرت من تايلاند 0-2، احرز هدفي تايلاند سايتفان بوان غشان في الدقيقة 34، واللاعب فورشايت كانستر بامبين في الدقيقة 94. ماليزيا خسرت من البحرين 1-2، احرز هدف ماليزيا محمدو سوماريا في الدقيقة 55، وهدفي البحرين عن طريق اللاعب علي حرم في الدقيقة 57، وعبد الله يوسف هلال من ضربة جزاء في الدقيقة 81. افغانستان خسرت من الهند 1-2، احرز هدف افغانستان اللاعب زبير اميري في الدقيقه 88، هدفي الهند عن طريق سونيل تشيتري في الدقيقه 86، وسهل عبد الصمد في الدقيقه 91. مسلم في الهند عادي، في 30 مليون هناك اعتقد، ممكن يكون زيادة عن كده. ميانمار خسرت من قرغيزستان 0-2، احرز هدفي قرغيزستان فيكتور ماير في الدقيقه 25، ونفس اللاعب فيكتور ماير في الدقيقه 45. المالديف، جزر المالديف اللي هي مشهوره بالسواحل والحاجات دي، خسرت من اوزبكستان 0-4، احرز هدف اوزبكستان الدور تشمردوف في الدقيقة الثانية، الدور تشمردوف في الدقيقة 51، هاتريك الدور تشمردوف في الدقيقة 80، ممكن يكون واحد تاني ولا هو نفس الواحد، واللاعب يورونوف في الدقيقة 86. نيبال خسرت من الكويت 1-4، أحرز هدف نيبال اللاعب جرونج في الدقيقة 94، حسناه خرونج باينه، ما علينا جرونج. أهداف الكويت الأربعة عن طريق فهد الرشيدي في الدقيقة 28، يوسف السلمان في الدقيقة 48، يوسف السلمان في الدقيقة 70، ومبارك الفنيني في الدقيقة 73. اندونيسيا خسرت من الأردن 0-1، أحرز هدف الأردن اللاعب النعيمات، فاكر اللي هو كان بيلعب مع مصر وسجل هدف في مصر كده، أنا مصري على فكرة، في الدقيقة 48 سجل الهدف للأردن لاعب النعيمات. متابعين الكرام، الجولة الثالثة يوم الأربعاء 14/6/2022 بإذن الله تعالى. خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات، وهقول لك بقى مين ال 13 منتخب المتأهلين من قبل كده أصلا. متابعين الكرام، ال 13 منتخب اللي تأهلوا أصلا اللي في انتظار ال 11 الباقيين عشان يبقى 24 منتخب في كأس آسيا في الصين بإذن الله تعالى، هم أستراليا وعمان وإيران والعراق وفيتنام واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا والإمارات ولبنان والصين معاهم، لأن هي الدولة المستضيفة، فيبقى عندنا 13 منتخب. وزي ما قلت لك بيتأهل 11 منتخب من دور المجموعات، افضل المركز الاول من كل مجموعه وافضل 5 في المركز الثاني. متابعين الكرام، المجموعه ايه تضم الاردن متصدره في المركز الاول، طبعا انتهت الجوله الثانيه خلاص، الاردن في المركز الاول بست نقاط، الكويت المركز الثاني بثلاث نقاط، اندونيسيا المركز الثالث بثلاث نقاط، نيبال المركز الرابع والاخير بدون نقاط. المجموعه بي تضم فلسطين المركز الاول بست نقاط، الفلبين المركز الثاني باربع نقاط، اليمن المركز الثالث بنقطة، ومنغوليا المركز الرابع والأخير بدون نقاط. المجموعة سي تضم أوزبكستان المركز الأول بست نقاط، تايلاند المركز الثاني بست نقاط، سريلانكا المركز الثالث بدون نقاط، والمالديف المركز الرابع والأخير بدون نقاط. المجموعة دي الرابعة تضم هونغ كونغ في المركز الأول بست نقاط، الهند المركز الثاني بست نقاط، أفغانستان المركز الثالث بدون نقاط، وكمبوديا المركز الرابع والأخير بدون نقاط. المجموعة إي تضم البحرين المركز الأول بست نقاط، ماليزيا المركز الثاني بثلاث نقاط،
تركمانستان المركز الثالث بثلاث نقاط، وبنجلاديش المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه اف تضم طاجيكستان المركز الاول بست نقاط، قرغيزستان المركز الثاني بست نقاط، سنغافوره المركز الثالث بدون نقاط، وميانمار المركز الرابع الاخير بدون نقاط. وعدد المباريات اللي هتتلعب يا جماعه هم ثلاث مباريات فقط مش ست مباريات. بعتذر لحضراتكم هم ست مباريات بس، واضح ان في خطأ هنا لان هم ست مباريات. لما راجعت المواسم السابقه لقيتهم ست مباريات بيتلعبوا اكيد، لان مباراه ذهاب ومباراه عوده يعني بالعقل حتى كمان. بعتذر جدا لحضراتكم، هم ست مباريات كده لعبنا الجوله الثانيه، والجوله تبدا الثالثه او هي هتكون كلها في يوم الثلاثاء القادم باذن الله تعالى. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. تمام الكرام، متصدر الهدافين الدورتش مردوف لاعب اوزبكستان بثلاثه اهداف، يتساوى معه سونيل تشيتري لاعب الهند، وفيكتور ماير لاعب كرغيزستان، ويوسف السلمان لاعب الكويت، ولاعب ماباتشوف لاعب طاجيكستان. والمركز الثاني غريت هولتمان لاعب الفلبين، وأنادورديف لاعب تركمانستان، وعلي حرم لاعب البحرين، وعدي الدباخ لاعب فلسطين، واور لاعب هونج كونغ، وارسل الامارات امانوف لاعب تركمانستان، ودوستنبيك خمدموف لاعب اوزبكستان، وفرجهات نور لاعب افغانستان، وكميل الاسود لاعب البحرين. كل دول عندهم هدف واحد، وكذلك مبارك الفنيني لاعب الكويت، وفيصل حليم لاعب ماليزيا، وصن او صن ميانغ هيم لاعب هونج كونغ، واكثر من لاعب. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين ولاعب تشهادي لاعب فلسطين ايضا، والنعيمات لاعب الاردن. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.